مرحبا بكم. حكومة السيد السوداني تشكلت في ظروف مختلفة تماما عن الحكومات السابقة إذا ما أردنا أن نتحدث عن تجربة ما بعد عام 2003، فهذه الحكومة تشكلت نتيجة حالة كبيرة من الصراع والصدام على المستوى العسكري، والذاكرة العراقية ربما حاضرة فيها صورة تلك المواجهات التي تشكلت على أبواب المنطقة الخضراء، وظن الكثير في تلك اللحظة أن النظام السياسي إلى زوال وأن مشهد قادم ربما سيتشكل وفق تلك المعطيات العسكرية التي كانت حاضرة على أبواب الخضراء. لكن سريعا ترتبت الأمور بشكل مختلف، وربما هو كان غير حاضر في الذهنية السياسية حين ذاك. تمكن الإطار التنسيقي من ترتيب الأوراق بشكل سريع والاتفاق مع قوى سياسية متعددة من أجل تشكيل الحكومة، حتى قيل أن حكومة السيد السوداني تتمتع بحالة سياسية مختلفة عن تلك الحالات التي تشكلت، وهي ربما ستكون قادرة على تحقيق الكثير على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الأمني. لكن هذه الأمور حصلت فيها تغيرات ومنعطفات كبيرة كلما تعلق الأمر في نوعية الصراع السياسي وكلما اقتربنا من العد التنازلي لإجراء الانتخابات. فالإطار ما عاد ذلك الإطار الذي اتفق بالإجماع على حكومة السيد السوداني، فبعض من الإطار ربما الآن لديه مخاوف من حكومة السيد السوداني، في حين أن البعض الآخر يختلف مع السوداني في بعض التفاصيل وخصوصا تلك التي تتعلق في المسار الأمني بالنظر لما تعانيه المنطقة، والحديث هنا عن الحرب في فلسطين وكذلك في لبنان. هذه المعطيات سواء كانت تلك التي تتعلق في جانبها الخارجي وحتى التي تتعلق في الجانب الداخلي سببت الكثير من المشاكل بالنسبة للسيد السوداني مع بعض القوى السياسية، والحديث هنا عن قوى الإطار التنسيقي. لكن في المقابل أيضا الوضع سنيا ليس بالحالة المثالية، فالسيد الحلبوسي ربما كان حليفا في بداية تشكيل الحكومة، بعد الذي حصل تغيرت الأمور واختلف الخطاب. إذا ما أراد أن يتحدث عن السيد السوداني وصل الأمر إلى حد الاتهام بعرقلة عملية الاتفاق على رئيس بديل عن الحلبوسي في مجلس النواب، وحتى كرديا فالأمر خاضع لمناورة هنا يحصل فيها اتفاق ومناورة هنا يحصل فيها إخفاق. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نريد أن نتحدث عن المشهد السياسي الداخلي وجملة التحديات الحاصلة في هذا المشهد، ومن القادر على ترتيب أوراق هذا المشهد بشكل دائم، وخصوصا أن السيد السوداني صرح اليوم وقبل قليل قائلا أننا نتمتع في وضع سياسي مستقر. فهل فعلا العراقي اليوم يتمتع بحالة سياسية مستقرة إذا ما أردنا نتحدث على مستوى المكونات سنيا وكرديا وشيعيا، أما أن الأمور هي مختلفة تماما وفي التالي الصراع والتقاطع حاضر على مستوى البيوتات السياسية، سنيا هناك مشكلة وكرديا أيضا هناك تقاطع وخلاف كبير، وأيضا مشهد الانتخابات المحلية هو حاضر وسبب حالة من النزاع الكبير على مستوى البارتي واليكتي، وكذلك الحال بالنسبة للقوى السياسية الشيعية. لذلك نسأل، هل الأمور ذهب باتجاه أن تكون حالة التشظي أكبر كلما اقتربنا من ذلك الموعد المنتظر والكلام هنا عن الانتخابات وما سيترتب من خلاف وتقاطع كلما اقتربنا من هذا الموعد وهو موعد الانتخابات المنتظر، أم أن القصة هذه المرة مختلفة تماما وأن القوى السياسية فهمت الدرس وبالتالي لن تعطي فرصة لحالة الانهيار ولحالة الاستنفار وستعمل على تثبيت الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا. هذا فيما يتعلق في المشهد الداخلي عراقيا، لكن الأمور خارجيا هي الأخرى تتحرك بشكل مختلف، وهذا الميدان الخارجي حتما سينعكس وسيؤثر على الوضع السياسي الداخلي العراقي. فإلى أي حد يمكن أن يكون هناك تأثير لذلك الصراع الحاضر الآن والدار وعملية القلق والخشية من أن يكون هناك اندفاع عراقي أكبر مما موجود الآن باتجاه تلك الحرب؟ أولا نسأل، هل سيتمكن السوداني وفريقه السياسي ومن معه سواء كان ذلك الذي يختلف أو يتفق معه في كل التفاصيل، هل لهم القدرة على عدم جعل العراق يذهب كلما مر الوقت أسرع باتجاه ميدان الصراع والحرب، أم أن الأمور ستتوقف عند النقطة التي نحن فيها الآن؟ على المستوى الداخلي كيف سيتعامل السيد السوداني مع جملة المشاكل الموجودة، أم أنه تمكن من ضبط الإيقاع داخليا ومستمر ويعمل بشكل مستمر على ترتيب أوراقه الانتخابية بعيدا عن حالة الصراع الموجودة؟